السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالوا احنا وياكم نشوف هذا المقطع الأليم وبعدين نرجع نعلق عليه. شفنا احنا وياكم هذا المقطع وجدت كان مقطع مؤلم، اكيد الكل يتساءل وين هذا المقطع. هذا المقطع صار بمنطقة الهارته بالبصره تحديدا، اطفال بعمر الورد يعبرون من مدرستهم الابتدائيه الى بيوتهم، يجيهم شبح الموت ويخطف ارواحهم على شكل سياره، البعض سماها تريلر والبعض سماها براد. هذا ملك الموت كان متربص لهم وهم اطفال صغار. دائما نتساءل شنو ذنبهم؟ وليش هيك صار بيهم؟ وليش هم يتحملون الاخطاء مال الكبار؟ دائما نسال هذا السؤال ولكن ما لقى له جواب. الرحمه والغفران لهؤلاء الاطفال اللي طيور من طيور الجنه، والله يصبر اهلهم وينطيهم القوه على تحمل هاي المصائب.